مشتاقة للمدرسة أو لا؟ آه طبعاً. آه إيه لا لا لا. آه عادي أرجعك لأيام المدرسة. رجعني. أنت هلأ صرت بالصف الرابع بالتحديد الرابع باء، في معنا حصتين، حصة عربي وحصة علوم، بإيش لك نبلش؟ حصة العربي. أول حصة معنا يا صديقي رح نبلش فيها هي حصة العربي، وفيها امتحان فجائي، وإذا ما عرفت الجواب المثالي رح تتعاقب. أها. أوكي. أوكي. في معنا جملة بدك تحولها لصيغة المثنى. المثنى تمام. الجملة هي هذه الدجاجة التي باضت بيضة. كيف بتصير مثنى؟ هاتان الدجاجتان. ايوه. اللتان باضتا بيضتان. باضتا ايش؟ بيضتان. هاتان البيضتان باضتا بيضتين. البيضه نفسها باضت بيضه؟ تلك الدجاجتين. اوكي. باضتا بيضتين. انا بقول نخش على العقاب على السريع. هاتان الدجاجتان قد باضتا بيضتين. حلو، من وين جبت قد مبدئيا يعني؟ إيه عشان هذه، عشان تزبط. نظبطها. هاتان الدجاجتان. ايوان. باضتان. باضتان. هاتان الدجاجتين اللتان باضتين. تعالي غالي. هاتان الدجاجتان اللتان باضتان بيضتان. ممتاز. حلو. ممتاز. إجابة غلط. أيوة. شو اللي عاقبك يا كبير؟ اللي بدك إياه. هاتان الدجاجتان اللتان باضتا بيضتين. جوابك صح. أحسنت يا كبير. هاتان الدجاجتان اللتان باضتا بيضتين. جوابك صح. هاتان الدجاجتان اللتان باضتا بيضتين. عقابك ترن على الوالد قل له يابا انا سقطت في امتحان العربي الصف الرابع وبده الاستاذ تيجي على المدرسه وتنقش عليه هيك بهذا الطريقه. يلا تمام. يلا سيد منك. العافيه معلمي. اهلا. شو الوضع؟ زي وجهك. يعطيك العافيه. الله يعافيك. يابا انا فايت بازمه. ايش مرتب؟ تشتغل السيارة الثانية. طب اسمع شو الازمه بالاول. رنوا علي هسه مدرسة ارتاح بيحكوا لي ضروري تيجي هسه على المدرسة وفي انت طلعت ساقط بمادة العربي بالصف الرابع ولازم تعيدها فورا وطالعين منجحين تلقائي وانا هسه دريت في الموضوع بدهم اياك معاي مشان اتوقع. اوكع. صح النوم. شو اذا ما بقول لك رنوا علي. جواب غلط فعقابه بده يروح يقزر بالشارع ركض 4-5 مرات وايديه مرفوعات لفوق. تفضل ابو شريك. يلا لغاد لنص الشارع. حلو. 1-2 اعطيها. يلا عقابه يطلع 10 مرات على الدرج. شوف انت اعطيك عقاب سهل كثير. شايف على الحشيش هون تعمل لك هيك 10-15 معده. 1-2 يلا نرجع محل ما كنا يا غالي. هلا ما نستنى الجرس يرن عشان ننتقل للحصه الثانيه. بعد ما رن الجرس هلا في عنا حصه علوم وفيها امتحان فجائي واذا ما عرفتيش برضه في عقاب، يعني انت جاهز؟ يا رب ما رن عمي. طيب السؤال. السؤال بيقول اين تكمن قوه المغناطيس؟ يعني في جزيئاته، في طبيعته هو في المنتصف. جوابك نهائي؟ نهائي. اكيد. اكيد. جوابك غلط. مش بالمنتصف، على الطرف باقطابه. جواب على اقطابه. قوه المغناطيس باقطابه على الطرف. وين؟ في قطب موجب وقطب سالب. وين قوه المغناطيس؟ القطب الموجب. والقطب السالب بنفر بالاقطاب اللي هي الطرف اليمين والطرف اليسار. الحلو في الموضوع انه العقاب بيجيب نتيجه. جوابك صح يا غالي. الجوانب. هات صباح. جوابك صح. في الجدل. ممتاز. في عقاب. نعطيك عقاب خفيف بما انه على مصر. لا انا تعبت اول عقاب. طيب بدنا اياك تدبك. ارفع 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 ارفع. سقط بحصة العلوم هو بس فبنعاقبه بعدين. هني يلا. قال الأرنب لا إمه اسمحي لي راح العب ماما. عقابك يا غالي بسيط. بدك تعمل لنا 50-60 تمارين صباح حجل. 1-2-3 بالله عليكم بدنا كف عنيف لهذا الإنسان. ايوه هيك. شكرا يا غالي.